اهلا بيكم في فيديو جديد من كاتب.com. في الفيديو ده هنتكلم عن نموذج وصف المنتجات او البرودكت ديسكريبشنز. من خلال النموذج ده تقدر تحصل على وصف تسويقي لمنتجات متجرك الالكتروني. كل اللي عليك انك تتبع الخطوات التاليه. في البدايه بنكتب اسم المنتج اللي احنا هنتكلم عنه، على سبيل المثال لابتوب ام اس اي، وهنا بنحدد لغه المحتوى، عدد الاقتراحات اللي احنا عايزينها، مثلا نحدد 3 اقتراحات. هنا بنكتب اسم المنتج ام اس اي جيمنج لابتوب مثلا، سواء بالعربي او بالانجلش مش هتفرق. هنا بنكتب نبذه مختصره عن المنتج، فكره المنتج ده وايه اللي بيميزه، عشان الذكاء الاصطناعي يحاول يكتب لك وصف متعلق بالفكره بتاعه المنتج. وحاول تكتب الوصف باللغه العربيه الفصحى، لان دي الطريقه اللي الاي اي بيفهم بيها المحتوى بتاعك. فخلينا نقول مثلا افضل لابتوب لهواه الالعاب عاليه الجرافيك مثلا، وبعد كده نكتب كتابه وصف منتج. خلال ثواني هيقترح عليا 3 اقتراحات ممكن استخدمهم كوصف للمنتج بتاعي. زي ما انتم شايفين، تصميم مريح ونحيف ومظهر جريء، وعد الكمبيوتر المحمول ام اس اي، طبعا هو اقترح اصدار معين المخصص للالعاب، اقوى كمبيوتر محمول للالعاب في العالم، مصمم للاعبين الجادين، يمكنه دمج برامج كثيفه الرسومات وتطبيقات الواقع الافتراضي، توفر شاشة اي بي اس عالية الدقة بالكامل مقاس 17.3 بوصة مع تصميم بإطار ضيق، مستويات مذهلة من التفاصيل إلى آخره، رسومات جي فورس انفيديا، أداء سلسا، كولر بوست. فتفاصيل تقدر تستخدمها وتنشرها في متجرك كوصف للمنتج. زي ما انتم شايفين حصلنا على 130 او 132 كلمة في ثواني معدودة، والوصف قوي جدا ومتماسك. والاهم من كده ان انت لو الوصف ده مش كافي او انت محتاج اقتراحات بديلة، تقدر تدوس تاني وهيطلع لك اقتراحات جديدة تقدر تستخدمها، ودي ميزة الذكاء الاصطناعي. وبكده يبقى عندك وصف تقدر تنشره في متجرك وتستفيد منه في ان انت تحسن ظهور منتجات متجرك في محركات البحث.